السلام عليكم. القيادة الوسطى للقوات الأمريكية تدين القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان العراق. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نددت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية يوم الاثنين بالقصف الصاروخ الإيراني الذي استهدف مقر أحزاب كردية إيرانية معارضة. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في بيان: ندين هجمات إيران العشوائية وغير القانونية التي تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر. هذه الهجمات تعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق اليوم أن مقرات تابعة لثلاث أحزاب إيرانية معارضة تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الليلة الماضية داخل إقليم كردستان شمال العراق. الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.